السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة، والمرجو أن تسامحوني على هذا التأخير. هناك ظروف إخواني، ظروف العمل لم تسمح لي لوضع حلقة. لنبدأ حلقة جديدة، حلقة اليوم سنتعرف على أهم النقاط التي يجب مراعاتها في اختيار أزواج الكناري. كما نعلم إخواني، قد يرغب المربي في اقتناء أنثى أو ذكر يعني لبدء التجهيز من أجل التزاوج، ولتحقيق هذه الغاية إخواني وللوصول لهذه النتيجة هناك شروط مهمة جدا يجب تحقيقها لنكون قد قمنا بالاختيار الصحيح والمناسب، وكذلك للحصول على إنتاج أفضل. هناك بعض المواصفات إخواني يجب على كل المربي مراعاة إليها، لذلك أنصح بأن تراعي في اختيار زوج كناري متفاوت في العمر. هذا سيتيح للطائر الأصغر التعلم من خبرة الطائر الأكبر، فلا فرق بين كون الذكر أكبر من الأنثى أو العكس، لكن يفضل نوعا ما أن يكون الذكر أكبر من الأنثى. ثاني شيء إخواني، اختيار الأزواج من نفس النوع، يعني من المهم الحفاظ على سلالة الطائر، فلا نزوج مثلا ذكر من نوع جلوستر مع أنثى مثلا أنثى موزايك، سنحصل على هجين غير معروف ولن يكون من سلالة جلوستر ولا من سلالة الموزايك، فالاختيار سيكون خاطئ هنا. إذن نحافظ على سلالة الطائر، إن كان من نوع موزايك نزاوجه مع أنثى مثلا موزايك، وهكذا سنحافظ على سلالة الطائر. ثالث شيء إخواني، اختيار أزواج من نفس اللون، وهنا إخواني يفضل أن يكون الذكر من نفس لون الأنثى. إذن إخواني سنحافظ على السلالة التي منها الذكر وكذلك الأنثى، وهذا الأمر إخواني سيساهم بشكل مباشر في أن تكتسي كل الفراخ هذا التزاوج ألوان نقية، مما سيزيد من جمالية الإنتاج. بعد أن اخترنا ذكرا وأنثى من نفس النوع واللون، علينا أن نعلم أن هناك تزاوجات إخواني خاطئة، كتزاوج الإخوة من نفس العش أو تزاوج الأقارب الأب مع الإبن والعكس، هذا ينتج عنه موت الفراخ إما داخل البيضة أو بعد الفقس، أو هناك ستظهر هناك تشوهات خلقية على الفراخ، فيجب تغيير الدماء إخواني وتبديل إما الإناث أو تبديل الذكور، وسأضع حلقة إن شاء الله خاصة لهذا الموضوع بإذن الله. وأيضا هناك تزاوج مثلا ذكر أبيض سائد مع أنثى أبيض سائد والعكس، هذا التزاوج إخواني خاطئ وينتج عنه موت 20 إلى 25% من الفراخ داخل البيضة. وأيضا تزاوج الطيور الجلوستر أو المقنبرة، أي التي تحمل مثل تاج أو ريش كثيف على الرأس، وهذه القنبرة هي صفة سائدة، فالتزاوج مقنبر مع مقنبر سينتج من 20 إلى 50% من فراخ كلها صلعاء، فتزاوج الصحيح أن يكون أحد الأزواج مقنبر والآخر غير مقنبر، هنا سيكون التزاوج صحيح. إذن إخواني، فإنتاج الطيور الكناري بشكل سليم يتطلب مراعاة الكثير من الأمور ومعرفة الأسس حتى لا تقع في أي خطأ بعد التزاوج. سأخصص بإذن الله تعالى حلقات للتزوجات الممنوعة وسأتكلم عنها بالتفصيل بإذن الله. هذا كل ما يخص موضوع اليوم، أتمنى أن أكون قد أفدتكم بشيء، فلا تبخلوا علينا بإعجاب للحلقة
والاشتراك في القناة ونشر الموضوع لتعم الفائدة. شكرا على متابعتكم، أراكم بإذن الله تعالى في موضوع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.